موضوعاته كيش اللي كيهضر كيش يتكلم شريف الله يرحمه والو شريف يدير والو يا رب سمع يا ربي يا مسيح يا ربي متابعين متابعات شوف تبي سلام الله عليكم مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من جرف الملح من اقليم سيدي قاسم كيف ما سمعنا وكيف ما شفتوا معنا في الوان الفتاة او الشاب اللي كتبلغ العمر ديالها 19 سنه اللي ماتت اليوم والعائله كامله ديال هذه المنطقه هذه اللي مصدومه غادي نسمع من عند الاخت ديالها واللي السبب هو كيف ما كيقولوا انه هو الكلينيك اللي في سيدي قاسم اللي مشات تولد في الاخر كتصدم وكتلقى انهم ماتت غادي نسمعوا من الاخت ديالها الله يعدم راجل اختي عاودي لنا كيفاش وشنو واقع السلام عليكم انا الاخت اللي توفات اليوم مشات للكلينيك زعما كاينه باش تولد نعم. باش يسهلوا لها الماموريه انها تولد عادي بلا ما تمحن بلا ما تعذب صافي ولدات تما كاينه ملي ولدات صافي جات للدار ملي جات للدار في الليل لقات كتقطعك عطيني اليوم اللي ولدات فيه ولدات نهار الخميس في الليل نهار الخميس في الليل في كلينيك سيدي قاسم نعم ملي ولدات تما كاينه صافي ولدات عادي يعني اصلا ما مشات من تما جاها الوجع عادي ما كتشكي من حتى شي حاجه نعم. اصلا ملي كانت حامله كانوا عندها كلشي عندها مقاديد ما فيها لا سكر لا والو نعم. ملي ولدات تما كاينه صافي ولدات عادي صافي جات لدارها لهنايا نعم. لغد في الليل لغد الليل بقات كتقول ليهم حكر عندي الحرق في كرشي ملي رجعوها للكلينيك تما كاينه قالوا ليها نعاودوا لك العمليه ما ربما يكون واقع شي حاجه ولا كذا هما وهمونا قالوا لينا حكره وهمونا قالوا لينا راه حكره راه وقع ليها التسقيه ديالها طرطقات راه ما يمكن التسقيه تطرطق ودير ليها ميكروب تما كاينه في كرشها التسقيه راه ما كتطرطق راه كتخرج ليها من فمها صافي بقينا كنساينوها قالوا لينا حنا نديروا لها العمليه ساينوها شويه وتجي عندكم بقينا جالسين خلوها تتوصل المغرب ملي وصلت المغرب جاو عندنا قالوا لينا طلعوا عندها الشومبر ديالها 10 دقائق غنجيبوها لكم راه ما فيها حتى شي حاجه حنا طلعنا الشومبر ديالها بقينا جالس كنستناوها فرحانين هما راه فرحونا قالوا لينا استناوا تما راه غنجيبوها لكم بقينا كنتسناو وصلت المغرب هما بالعان وصلونا حتى للمغرب ملي وصلونا حتى للمغرب اي في الكلينيك ملي وصلونا حتى للمغرب قالوا لينا جو عندنا قالوا لنا حكا السيده راه حالتها خطيره راه غنديوها للسبيطار الغابه ملي عند ديال الدوله تما كاينه الامكانيات وعينقدوا حياتها احنا ما بغينا تعرضنا قلنا لهم احنا جبناها لكم هنا ولدتوها يعني سمحي نقطعك هما كلينيك كيفاش غيمشيو للسبيطار ديال الدوله علاش غيديوها لسبيطار الدوله شنو على الانعاش ما عندناش الامكانيات قال لك حكا غنديروا لها التنفس الاصطناعي تماك بمعنى انهم هما في سبيطار كلينيك خاص ما عندهمش علاش ما عندهمش الامكانيات علاش ما يمكنش كلينيك ما فيش امكانيات راه شي حاجه مستحيله نعم لا ملي بقينا حنا كنتعارضوا حكا ما ديوهاش ما ديوهاش كيقولوا لينا حكا عندوها بزاف منكم وهذاك الطبيب قال لاختي مرات خويا الا ما حيتيش من الطريق ديالي والله تنصرفقك طبيب دابا هذا طبيب غايقول للمراه انا نصرفقك راه ما يمكنش هذا مالو راه شي حد هربوا بها هذا الدواء وحنا عندنا فيديو عندنا فيديو على هذاك الشيء اللي وقع تما كاينه في الباب هادشي وقع وعندكم حتى فيديو ديالو انه واش ملي مخرجنا كاين شي طبيب كيبقى يضرب هكا الحناك ها راه ما يمكنش كيضرب من المرحومه المريضه وعندنا فيديو عندنا باش تفيق ملي الشيخ ديالها يعني بوب راجلها كيقول لهم الا ديتوها ديوني معاكم كيقول له حق سيدي راه خصنا نقضوا حياتها راه حالتها خطيره ملي تعرضنا لهم حكا داغي يعيطوا لومبيلونس ديالهم كلفن هما بها على حسابهم هما هزوها بالزربه خطفوها طيب هزوها ميته عندك اللحظه اللي هي خارجه منفوخه وعينيها كتشوف في السماء يعني راه ميته الانسان الجوج ما خلاوناش كاع نشوفوها ملي هزوها وداوها للسبيطار
تبعناهم بالزربه، ملي تبعناهم اصلا سيده ميته ميته ملي خرجوها من الكلينيك راه باينه. نهار شنو وقع؟ نهار اللي كانت قلتي ميته نهار نهار اثنين. نهار اثنين اييه اثنين في الليل. اثنين في الليل اها مع المغرب. اييه وملي داوها للسبيطار المهم قالوا لينا حق راه نعتنيو بها المهم راه تولي بخير. واش السيده داخله قدامكم ميته وانتم ما بغاش تخبرونا يعني مخبيين علينا؟ راه حيه ملي حكا دخلنا صافي في الليل في الليل جاو البوليس. من نهار اللي خرجوها من الكلينيك حتى دابا واش شتيوها ولا هضرت معكم ولا تكلمات ولا ما تكلمتش؟ والو. راه السيده كتشوف في السماء كيفاش عاد تشوف فيك ومنفوخه وغطوا ليها يعقل ان انسان في الانعاش يغطوا له عينه بالقطن؟ هل يعقل ان انسان حي يغطي له عينه بالقطن؟ ما يمكنش. غيخليوك يتواجه مع الله مثلا، غيخليوه يهضر مع عائلته، غيشوفوه كيرمش، هما ما كيخلوهمش تيأديوها. علاش؟ شنو؟ هذا الراجل هداوه البوليس. شنو ملي جابوا له البوليس؟ ملي هضر الزوج ديالها جابوا له السلطه. هما اللي خصهم السلطه في حد ذاتهم، هما اللي خصهم السلطه ماشي الزوج ديالها اللي خصو السلطه باش يغطيو المشكله ديالهم والجريمه ديالهم انهم بعدوا الزوج ديالها. علاش غيبعدوه؟ خصو يجلس حدا الزوجه ديالو باش يشوف شنو كاين. كان خصها شي حاجه غيعطيها لهم، كان خصها الدم غيعطيه ليها، كان خصها شي حاجه مساعده. ما عزفتش شي حاجه. انهم بعدوا الزوج ديالها وخلوهم وخلوهم يديروا ما بغاو فيه. بنت باقا يلاه قالت بسم الله في الدنيا، باقا شابه يلاه يلاه قالت بسم الله 19 سنه. قتلوها انتم بكل بروده. شي كيغطي على شي دكتور كيغطي على دكتور. واش هذه الدوله؟ واش هذه الدوله ما عندهاش قانون؟ ما عندهاش صحه؟ ما عندهاش وزير الصحه؟ ما كاين حتى شي واحد اللي يهضر على هاد الدولة؟ الدواور دواور ما كاينش اللي غيهضر على الدولة بصفة عامة، ماشي غير الدواور، بصفة عامة الدولة بصفة عامة. فقراء جالسين كيموتوا عرق بعرق. فين هي الصحة؟ فين هي هاد الصحة اللي كي كل نهار كيهضروا علينا الصحة الصحة؟ عاد خصهم يقول لك التلقيح التلقيح شنو التلقيح؟ واخا لا نهضروا على الموضوع ديال المرحومة. المرحومة باش ما نخرجوش في نطاق نعم لا شوف نعم لا كنتي خرجت من 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 الكلينيك ميته. نعم من الكلينيك خرجت ميته. شنو كانت كانوا كيوهموا مرات ولدي؟ مرات ولدك؟ أيه. نعم. من هضرت على مرات ولدي؟ نعم. شدوا ولدي داروا له المينوط. نعم. دوك مالين مالين كي هربوا داروا له المينوط. نعم. من جيت انا شديت ولدي هك قطعت عليه. نعم. شدني شدني كرفعني. ها هو ها شو ساهدين ساهدين اش وقع من بابنا كنتي تعرف شنو نقتش على ولدها ما بغاتش ولدها يمشي للحبس دوفنها دوفنها من من قال لي ماك باغي تجي هذا لحقني دخلني كنهضر مع السيد قلت له قلت له واش كاين شي محكمه ولدك اخر مره مرات ولدك اخر مره قتلت شتيها اخر مره شتها هذاك النهار اللي خرجت ميته هذاك النهار اللي شتها خرجت ميته نعم دخلني شدني دخلني للحبس نعم وكلفعني شي شي مكلفعه طيحني هذاك 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 اللي رمى اللي رمى ولدي دار دار المينوط على يده غادي نكملوا معاك اللي دار المينوط ولدي نكملوا كملي يا اختي انا بغيت انا بغيت كنطلب غير القانون ياخذ لينا حقنا وراه يشوفوا غير من حالتها راه يتيمه يتيمه الام ويتيمه الاب راه حشومه هذا الشيء والله حتى حشومه الابوين اه نعم والبارح ملي شيخه كيتصل بهم كيقولوا لنا راه حكر عندها المناعه قليله حتى واحد ما يشوفها ومنعوا علينا الزياره اول حاجه الزياره ما يدخل عندها حتى راجل ما يدخلش عندها يشوفها راه ما يمكنش كوكو خلونا غير ندخلوا عندها ونشوفوها علاش حكا من اللي خرجوها من الكلينيك داير ليها التنفس ها هكا كيبركوا اصطناعي لا يعقل يقول لها باقا لها 4% اييه قال لهم 4% بالنسبة للعيش ديالها 4% باش لا يعلم بالغيب الا الله اه 4% يعني اجي قول لهم سيروا ديروا العشاء لا يعلم بالغيب الا الله يدخلوا من اللي البارحة وثاني جي مشينا طلينا عليها دخل عندها الشيخة قالوا لي حكا شافها غير من برا السيدة غادا وكتزيد وكتنفخ راه ما يمكنش وكانت تنفخات واحد الدرجة ما تصورش تنفخات بزاف ما كتبولش اييه قالوا حكا راه خصها هل يعقل ان انسان في الانعاش اه ما غيتبولش غيكونوا دايرين له السلطه نورمالمون السلطه دايرينها له غيكون عايش لان عايش راه عايش فيه النفس ماشي الانسان ما كيتبولش ما كيتحركش ما كيتململش خشبه هامده وانتم جالسين كتديروا المبررات باش كتبعدوا العائله باش تغطيو على الجريمه ديالهم باش كيغطيو على الجريمه ديالهم واللي ما عندوش الامكانيات كافيه باش يفتح عياده
ما يفتحهاش، ما يفزرش ولاد الناس، راه كلشي محتاج محتاج عائلته، كلشي هاد الوليد الصغير دابا اللي الله اللي غادي تربى يتيم، شنو دير بهذا الطفل اللي غادي تربى يتيم؟ هي يتيمة الأبوين، هو غيولي يتيم الأم، شنو الذنب ديال هاد الدري هذا؟ شنو ذنبه؟ غيطلع معقد هاد الدري هذا، غادي يطلع أصلا معقد، أصلا غيطلع معقد. انا سبب دم انا سبب الام ديالي اللي ماتت، هذه اللي غتكون في مرسخه الذهن ديالو. هما ما كيديروش هذا الشيء في الضمير ديالو، ما عندهمش الضمير، الضمير عندهم ميت. هذا هو القسم اللي كيأديو، هذا هو القسم اللي كيأديو، راه بزاف عليهم القسم، بزاف عليهم القسم باش يأديوه. ويقول لك راهم كيعتقوا المرضى وكيعاونوا الضعيف، هادو ما كيعاونوا الضعيف ما والو. عندك راك كتسوى، ما عندكش ما كتسواش، عندك كتسوى، ما عندكش ما كتسواش، شحال ما عندك شحال ما كتسوى. الانسان الضعيف مهمش. واخا نرجعوا للكميه اختي. انا بغيت المهم البارح البارح عيطوا لينا في الليل، المهم كنا معاها نهار كامل. من هنا يبداو ياكلوا، علاش تقولي؟ بلاتي لا بلاتي نكملوا، لا لا الله يخليك نكملوا. اي واحد مسكين كملنا، لا سمحي لا نكملوا بلاتي المباشر حنايا. البارح مشينا عندها ما راه من الصباح، راه قول من 9 الصباح. اييه البارح ملي مشى الشيخ يعني راجل باب راجلها دخل عندهم. اي شيخه ملي دخل عندهم قال لي قالوا لي قول العائله ديالك ما يجي حتى شي واحد يقول لنا راه حنا بغينا نشوفوها. الله يخليك. ومنعوا علينا الزياره بصفه نهائيه، ما يشوفها حتى شي واحد. لا راه من اول نهار. اي منعوا الزياره. ومن اللي بقى في الليل من اول نهار زياره. معي مباشر. السلام عليكم. نكملوا معها اختي. لا هما الناس ديال سبيطار الغابه ما عندهم حتى شي دخل في هذه العمليه. العمليه دارت في السبيطار الخاص. حنا درنا دابا الاجراءات وكمل الله. يلا كنت انا يلا دابا المرشى معاك. بس انت تبعنا معاك من الاول، انت كنت حاضره في الاول. اي انا حاضره ودابا انا اللي مشيت، انا اللي مشيت دابا باش ندير الاقوال ديالي اللي شت نعم واللي حضرت. وما انا ما نقدرش نافق ولو نموت. نعم لا شي انا ما نديرش شي حاجه ونافقها لو نموت. نعم لا نهار الثلاث باش كنا معاك. نهار الاثنين. نهار الاثنين كنا معاك. نهار الاثنين. نهار الاثنين كنا معاك حتى اليوم. بمعنى كيفاش وقع؟ شنو وقع؟ ثلاثة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. المهم العملية دارت نهار الاثنين. نعم. العملية من هنا حتى الفوق كلها. العملية الثانية. نعم. ياك؟ نعم. السيدة ما كانش كدير التبول حاشا الناس. نعم. هو يعني انا كنقول له السيده ما تديرش تبول، تقولي انا كنعرف اش كندير. صافي هادشي اللي كاين. هودها دار ليها العمليه، قال عي شويه هاد القيح. قلت له غير تسنى خليته يجي هذا. قال لي لا عمليه صغيره. قلت له صافي ماشي مشكل. ما جيت نعيط انا الشيخه يجي حتى لقينا السيد هبط عطى يطير خمسه السوايع في البلوك. في الكلينيك. في الكلينيك. نعم فهمتي؟ نعم. سيزاريان في الكلينيك، وما بين سيزاريان وهذا غير ما كاين والو. سيزاريان دارت نهار الخميس في الليل، والاخرى دارت نهار الاثنين. يعني وبلج كامل، يعني ماشي غير البلاصه. بلج كامل. ان هذا منكر، هذا اهمال. حنا تنطالبوا بسيدنا وتنطالبوا بسيدنا. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. كنطلبوا لسيدنا يشوف هاد التهمش ديال هاد الاطباء. يشوف اشنو كيوقع في هاد الشباب. هاد الشابه اللي عندها 19 سنه اش ذنبها؟ وكي كلشي كيشوف ديك البنت وابتسامتها كلشي تيبكي. هادشي راه حرام، هادشي راه حرام. ان هذا منكر. كيف تقصيو خبر الموت ديالها؟ مشينا حنا اللي مشينا، جا تليفون وما جاوبناش. واش هما اللي عيطوا؟ الله اعلم. مشينا باش اليوم الصباح مع هذيك العشره كنا في السبيطار. نعم. حقنا قلنا لهم غنشوفوها. قال لك اودي ما هبطوا للاداره هما غيقولوا لكم. نعم. هبط الاداره شيخه قال له اودي راه السيده توفات. توفات يمكن مع ثلاثه الليل اللي كيقولوا الله اعلم. نعم. صافي هذا الشيء اللي كاين.
دابا الحمد لله كل شيء واقف. غادا تمشي دابا للقنيطره ولا فين غدير تشري؟ ايه خالتي فرح باش علمونا فرحونا، قالوا لينا راه ولا صبيحه. ماشي هما، لا ما ندخلو حتى في شي واحد، ماشي هما. نعم هذه هضره ودارت، فهمتي؟ قالها راه ولات كيتمشى فيها، ما كيت هي السيده مات. لا لا هذيك غير هذيك غير هضره، هذيك غير هضره ووهم، ما كاينه والو. الواقع حنا تنهضروا بالواقع وبالدليل. نعم السيده ما مريضه، ما فيها سكر، ما فيها ملحه، متبعه الطبيب ديالها. الطبيب ديالها بنيتك كتحمق، هذه راها بنتكم المغاربه، هادو راها بنتكم الشعب المغربي. عاونوا اليتيمه، عاونوا هاد الحبيبه، راها ما تسخاش اللي حيده من قدامه. بنت من اطيب خلق الله، حس بيا الله ونعم الوكيل. كنطلب من الناس وتنطلب من سيدنا ويخلي له ربي وليداته ويعطيه صحيحته ويطول له العمر، يشوف من حال هاد البنيه. بغينا غير نعرفوا علاش دار العمليه الثانيه، بغينا نعرفوا علاش. ما قالش ليا، قال لينا فيها قيح في السيزاغيان، حتى ولات العمليه فيها مترو. اش هذا المنكر؟ هذا راه منكر، ان هذا منكر. والسلام عليكم وسمحوا لي. شكرا. كيف ما تعرفوا معنا المتابعين الافاضل، هذه البنت اللي كنا دوزناها نهار الثلاث، واليوم تم الموت او اخبار ديال الموت ديالها. راهم دابا كيديروا الاجراءات ديالها، كيف ما كتشاهدوا معنا هما العائله والاقارب ديالها كيعزيو العائله ديالها. والبنت اللي كتبلغ العمر ديالها 19 عام، اللي محرومه من الوالدين، يعني ميتين الوالدين ديالها، وولدات وليد ياك وليد لان مازال ما فرحات به، مازال ما حتى شي حاجه، كيف ما كيقول العائله ديالها وكيف ما قالت جدات ام راجلها. فالله يرحمها ويجرحها مات. وهذه رساله السيد الوزير انه يتدخل شخصيا في هاد الناس اللي هما او هاد الكلينيك اللي كيهضروا عليه اللي هو في سيدي قاسم. فشكرا لكم جميعا المتابعين، وايضا كنتمنى منكم المتابعين الافاضل انكم تبارطاجيو، لان هاد اللايف يستحق ان يتبارطاجا ويوصل لجميع المسؤولين. شكرا لكم مره اخرى والى اللقاء.